عليكم. هذه شجرة مليسة ميتة، وهذه أختها حية زرعتا في وقت واحد، وقصدت أن أزرع هذه الشجرة في تربة بيتموس غير مخصب، لتعرفوا أن أكبر سبب لموت أشجاركم في المراكن هي تربة البيتموس. طيب شو نسوي؟ نحطين؟ لا، نحط بيتموس ولكن نخصب البيتموس. البيتموس في السوق يجي مكتوب عليه مخصب أو متروك بدون كلمة مخصب، لكن مخصب غالي، وأنت تقدر تخصبه بسهولة وبمادة طبيعية متوفرة في محلات السباكة وأيضا في متاجرنا، متاجر السهول الزراعية، تسمى الجير المطفي أو الجير المطفى أو النورة، وهي ليست بودرة البلاط، وكرر ليست بودرة البلاط ولا الإسمنت الأبيض ولا الجبس الزراعي ولا الجبس العادي، اسمه جير مطفي، جير مطفى، يعني يجي جير حامي ويجي جير بارد، هذا جير مطفى. طيب حصلته، ايش تسوي؟ اي تربة بيتموس حتى وان كانت مخصبة ومضى عليها 6 أشهر، كل 6 أشهر توزن لي الحوض شبه جاف بيدك كذا، والله شكله 10 كيلو. احفظ المعادلة وهي مكتوبة على الشاشة. إذا نضع 100 غرام، يعني بيالة شاهي لكل 1 كيلو وزن بيتموس، كل 6 أشهر مرة، شجر داخل المنزل، شجر خارج المنزل، مزروع بيتموس، مزروع بوتينج سويل، لازم كل 6 شهور ننثر فوق سطح التربة ونقلبه أو لا نقلبه. سوف يرفع البيتش، لأن هذا البيتموس الغير مخصب بيتش 3، يعني حامض أكثر من الخل، فكيف تزرع في خل؟ فهذا الجير يرفع النسبة ويخليه متعادل، يبقى 6 أشهر. تمنى